أصواتهن. حقوقنا. المناصفة. لا للعنف. همسات أثيرية بقضايا وهواجس نسوية في حلقة جديدة من برنامجكم بأصواتهن، الذي ننصت من خلاله لأصواتهن وهن يجهرن بهواجسهن ويفتحن قلوبهن ويناقشن قضاياهن. في هذا اللقاء صناع أثيرنا نساء يتحدثن عن الإنجازات، عن التحديات وعن الطموحات، وقبل ذلك كله عن الهموم والمشاكل والإكراهات. وضيفتنا اليوم أعزائي المستمعين هي الأستاذة منى تاويل، واحدة من الأسماء اللي كنعتز بهم تبارك الله عليها. بدأت من صفر وأسست مشروع ديالها الخاص، ودابا تبارك الله عليها معتزين بها ومسيرة يقتدى بها. للا منى، أهلا وسهلا بك في برنامج بأصواتهن. الله يحفظكم وتبارك الله عليك، شكرا للاستضافة. شكرا لك على تلبية دعوة البرنامج. لأختك. طيب، من هي منى تاويل؟ يعني الدراسة ديالك، الحالة العائلية ديالك، بغينا نقربوا أكثر وأكثر. مرحبا. مهم، أنا مشرفة أنني جيت عندكم هنا يلطاجة، ولي الشرف نكون مع هاد الناس الفنين. أنا سيدة عادية، كنت خدمة في مجازة عادية، والحمد لله كنت زعما واحد تناخد منها واحد صالير اللي مخيار، اللهم لك الحمد. قريت في دوزياماني في لافاك، وقريت على الكوميرس وخدمت، واللهم لك الحمد. فاسة ديالي في الأول كانت قانون، كانت دغوا بريفي. من بعد خديت واحد، درت واحد ديبلوم ديال ماركتينغ، وبديت تنخدم به، تندير دي ستاج، وهادي تقبلت واحد المجازة اللي عندها صدى واسع زعما في المغرب، تبارك الله، واحدة من الأسماء الكبيرة في المغرب. خدمت فيها من واحدة عاملة عادية، وأنا طالعة توليت تبارك الله. برامو. عندي مجازة خاصة بيا، وهادي في كورونا تقلبت لينا كل شيء، كل شيء بقينا عي تنشوف، لأنها كانت واحدة فندقية من الوحدات المشهورة في بلادنا، مشهورة، وكان فيها دي مجازة اللي مشهورين. سكيف ديك الناس اللي تيجي، ولا الهيئة الدبلوماسية، ولا الناس اللي تيجي عندنا، اللي تبارك الله ما تحبسنا في هذيك الوقيتة. كان ضروري من ضروريات أن ديك الشركة الإيطالية اللي كنت أنا خدامة عندهم، أنهم يضحيوا بواحد نص ديال الناس العاملين. أيه. كنت أنا من بين هذوك الناس. نص ديال العاملين. سكيف مين كانوا خرجوا لينا؟ خرجوا لينا بواحد 20 مليون، جوج المليون. هذا 20,000 درهم. بقيت نشوف تنقول هاد 20,000 درهم واش غنخلص بها الطريطة، غنخلص بها. عندي أنا مطلقة، عندي ولد عنده 8 طن، وكان عنده مشكل زعما ما تيتكلمش مزيان. كان خاصو لوختوفونيست ديالو شي 3 مرات في الأسبوع، ولا 2 مرات على الأقل. واحد 500 درهم اللي هي القليلة، تنقول غير كيفاش غادي ندير؟ هاد 20,000 درهم كيفاش غادي نفرقها؟ شنو غادي ندير؟ كي غادي ندير؟ واش شحال تقدني؟ واش شهرين ولا 3 شهور ولا شحال ما تقديت على عاد سالي؟ بقيت هز ديك 20,000 درهم، قلت بور لانستو ما نخسر حتى شي حاجه، ما نبيع دار، ما ندير حتى شي حاجه. التجأ لواحد المحل صغير في واحد البلاصه اللي عندنا ارخص بلاصه في تماره الرباط. مشيت كريت واحد المحل ب 1,000 درهم، كان ارخص محل بلي تما. عملت له واحد ملعود قادو لي بحال هكذا. مهم، مشيت جبت داكشي ديال الوريضات، عندي انا شي شويه ديال واحد الحس فني عزيز عليا، ناخذ شي حاجه زويونه ونقادها وترجع. خديت داكشي على الضوق ديالي، شديت التليفون ديالي وقلت لهم مرحبا بنات الخير عندي، مرحبا بالناس ديالي، شوفوا انا راه درت واحد المحل، بديت فيه ما عرفت حتى شي حاجه من بعد شنو غيوقع لي، ولكن عارفه ان الحلال تيعطي. اجي ومرحبا بكم. الحمد لله كانت واحد فيها واحد صدى واسع في هذه الجمله. جاو عندي النساء من كل بلايص، من طنجه، من الرباط، من تحيه لطنجه، وبزاف شكرا لكم بزاف. تبارك الله عليك. اليوم عندي 3 ديال المحلات كبار في الرباط، اللهم لك الحمد. كان هذا الاسبوع اللي فات حققت واحد البوز بزاف، وطلعت الطوندونس في الفيديوهات ديالي، وانا من الفيديوهات ديالي عندهم ناس قلال، ولكن عندهم واحد الصدى، عندهم واحد الغوتو، عندهم واحد الناس تتحطي شي حاجه تتجي تتقاضى. اللهم لك الحمد. درت ما بين الفيديوهات انني خديت طوموبيل غزاله 4x4، هذا الشيء من فلوس الحلال، من فلوس المجازه يعني ديالي. يعني ظرف عامين منى، اللهم لك ما شاء الله. ظرف عامين قدرت انني حتى الاخ ديالي نبدل ليه كل شيء عليه. كان داير مجازه اخرى
ديال الطوموبيلات تيكريها بعيد عليا كل بعد، قدر تيشوف اختو غاده وتتطور، هو داك التطور اللي ما داروش من شحال هذه ديزون ولا هذه ولا خدام معايا ولا كبر لي المشروع ديالي كثر. والله ما لك الحمد لله. عينك كتدمع وانتي كتحكي هذه الحكايه، لان ماشي سهله، صعيبه الواحد يبدا هكذا ويغامر. ماشي سهله من تتكون عندك واحد اليد شاده فيها، ماشي سهله من تكون عندك واحد الروح حداك وانت هي اللي مسؤوله عليها. هذاك الروح عطيها لنا ربي سبحانه وتعالى، الحمد لله بالقسمه ديال الله، انا راضيه اللهم لك الحمد. هذاك الروح تتشوفي فيها واحد الطبيب ديالو كيفاش عاد ديري تخلصيه، واحد انا من بين المطلقات اللي تيخرج لهم القانون واحد المبلغ رمزي 600 درهم، ما تتكفيش حتى اي حاجه اللي بسيطه ديالو. هي 600 نقسموها حنايا لهذاك الشهر ديال هذاك الوليد، فين هي مدرسته، فين هي مراجعته، فين هو الطبيب ديالو، فين نعرفوا الاختصاصيين في تقويم النطق. يعني حاجه راه ساعه ب 250 عندنا حنايا في الرباط، ورجعوها لي دابا ب 200 درهم. ولله الحمد دابا انا قادره على سويع بزاف، وصلت لمراحل كبيره مع ولدي، تيهضر مزيان اللهم لك الحمد. الحمد لله باقي شي شويه الاستيعاب ديالو ما وصلش لسميتو، ولكن اللهم لك الحمد. النتائج مرضيه بالمقارنه كيف كان ودابا. ممكن انه يتابع الدراسه ديالو من بعد، يتابع ولكن خاصو زعما السن ديالو بحال كبيبر على داك المستوى الدراسي اللي هو فيه. ولكن انا تنحمد ربي وشكره، لان مين تيعطيك ربي شي حاجه وتيعطيك فيها واحد القوه كبيره، فهذا هذا فضل من ربي سبحانه وتعالى. هذا درس كبير للمونة وماشي سهل، لان كيفاش ديري توازني مع الطفل ومع العمل ديالك ومع السفريات ومع تبارك الله ضغط كبير كتعيشي في اليوم. هذا خلى تنقول الفضل ديال الام ديالي الله يرحم ليها الوالدين، هي اللي جات خلات محلها، جات جلسات حدايا، لانني ما بقيتش قادره انني نمشي داري بعيده باش نبقى نمشي ونجي، كريت تما، كريت حدا المحل وعطيت وقتي كله المحل. شويه فرطت في الولد ديالي شويه، ولكن ما فرطتش فيه من جهه المدرسه، من جهه اي حاجه خاصه تنعطيها. اي تنقول انا هاد الوقيته خاصني نبني فيها راسي، خاصني نكون فيها راسي. وحاجه اخرى، شكرا لليوتيوب اللي فتح لي واحد المجال كبير، عرفني على ناس، حيت بهم باش جيت انا هنايا، بهم باش جاو عندي ناس من مناطق كثيره، بهم باش درت هاد الشيء اللي وصلت ليه الحمد لله. انا دابا في استقرار مزيان، وديما تنشجع، تنعطي طاقه ايجابيه ديما في المحتوى ديالي، ما تنزيدش نبكي نشكي نقول راه ما كاين والو في هاد البلاد، كاين كل الخير. غير خاصنا نقوموا راسنا ونكونوا منطقيين ونديروا شي حاجه اللي ما تضرش بينا، راه كاين كل شيء الحمد لله. برافو ليك. احنا عبر امواج اذاعه المملكه المغربيه من طنجه في برنامج باصواتهن تكلمتي على هذه المنصه، وفي نفس الوقت راك كنلقاو ناس اخرين في هذه المنصه هذه اللي مع الاسف الشديد روتيني اليومي وبزاف ديال الاشياء اللي هي خايبه، وحتى هما ايضا خداو شهره واسعه مع الاسف الشديد. هذوك تيتشهروا اكثر منا، ولكن فيهم ديك 30 ألف واحد تيكون ناس نقيقين، ناس قارين، ناس واعيين، ما بقاتش حتى ماشي ديك المنطقي ديال القرايه، بقات في انهم ناس اللي عايشين الواقع ديالهم، ماشي ناس تيتهزوا الفرص ولا تيقلبوا على شي حاجه. وكل واحد الحمد لله، حنايا المغاربه فئه فيه كثيره ناس راه واخا من بلايص عاديين تيكونوا مربيين مأصلين، اللهم لك الحمد. ولكن كيحس في القلب بانه يكونوا على منصه التواصل. ولكن هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا، راه ربي سبحانه وتعالى مخير مخرج الخايب، مخرج الزين، مخرج الشين كيف ما تقولوا، اللهم لك الحمد. الحمد لله. غير هو هاد التاويل مع منى، هاد اليوتيوب تيبين ان واحد الفئه اللي كثيره تنديروا عليهم واحد بين قوسين مطلقات، تنقولوا النص ديالهم لا راه خايب نص، الحمد لله هي مطلقه شاده وليدها في يديها، نموذج لفئه كثيره من المطلقات، راه ماشي نهايه العالم، ماشي انني طلقت خرجت من داري، خرجت بجلابتي، خرجت انني خاصني نقلب على شي حاجه باش انني نوكل وليداتي ولا نعيشهم ولا نكون معاهم. الحمد لله هذه صوره المطلقه بدات من 20 درهم، تعطاتها فرصه من 2 مليون، واليوم الحمد لله الافتتاح ديال المحل ديالي الثالث يكون الاسبوع الجاي ان شاء الله. ما شاء الله، واللهم لك الحمد. ما شاء الله. هذا الشيء اللي كتعاودي لنا عليه جميل جدا وماشي سهل، ماشي سهل، التكلفه ديالو صعيبه
صعيبة على صحتك، على حسب راحتك، على حسب لأن الواحد اللي كيشوف النجاح خصو يعرف بأنه ذاك النجاح عنده ضريبة. راه أسئلتك زوينة سبحان الله والله يعطيك الخير. نورمالمون أنا ما تنبغيش نبين السلبيات بكثر باش ما نحطمش الواحد، باش ما نضروش، باش نخلي حتى ديك الروح ديال الشابات اللي تيشوفوا فيا راسهم تعطيهم شحنة إيجابية. نعطيهم شحنة إيجابية لأن الطاقة السلبية عندنا في حياتنا بزاف. أنا نهار درت المحل راه أنا ما رضيتش، وجاتني شي شوية الغبينة وحطيت طوموبيلتي كبيرة زوينة وحطيت واحد المحل اللي ماشي دول المستوى، راه تحت دول المستوى، راه في بلاصة في سوق وحطيتها، وما عمري ما مشيت أنا للبلاصة ديال الجملة، ما عمري ما تخلطت مع دوك الناس وتنبيع. وتصوري من جات الشتاء ما كانش عندي الفلوس باش ندير الباش باش يحصرني على الشتاء، كيف تنجيب ولدي وتنجلسوا عند واحد السيدة مولات الحرشة في تما باش نضرقوا على الشتاء باش حتى لدخل شي كليان عاد نجري من موراه وعاد نبيع ليه، لأن المحل صغير بزاف ما يتساعنيش نجلس فيه لداخل. زعما دوزت شي حوايج قاصحين ولكن ما تنبغيش نعاودهم، ماشي على ود شي حاجة ولا على ود تنفتخر، على ود باش على الأقل هذاك الحلال نزينه، نقولوا لهم راه كاين الخطوة، راه كاين الخطوات، وكاين اللي بغى يخطي راه تيوصل، وفي كل خطوة راه تتكون شي شوية ديال الضرر، تيكون شي شوية ديال التعب، راه تضرنا رجيلات، ولكن الحمد لله الصدى ديالو كاين. برافو ليك، لأنه وحدة من شاف ماغازان ديال واحد ماركة عالمية ويعني واسم كبير في بلادنا وداك الشيء، لأن ما يمكنش نقولوا هاد الأسماء لأن كان بحال كنعملوا دعاية، إلى وحدة لقات راسها في محل بحال هكذا بولدة بين عاشية وضحاها، وخصك تبدلي هاد المجهود باش أنك توصلي على الأقل عندك يعني دابا الحمد لله ولدك غادي يرجع المستوى كيف كنتو شحال هادي، ولكن من ذاك المستوى إلى كما قلتي دخلتي الجملة ودخلتي الناس لطبقة آخر غير ذاك الشيء اللي كنتي كتعرفي. شوية كانت صعيبة على ولدي، حيدته من المدرسة ديالو، حيدته في الخطوف وتوقفت واحد العام، ولكن هذاك العام ربي اللي كان عالم بيا به، حتى أنا هذاك الوليد ما بغيتش نظلمه معايا، ضريته شي شوية ماشي ما ضريتوش، ما تنجي حتى العشرة الليل من تنحطو مع الثمانية ما تنشوفوش حتى العشرة الليل، تنخدم تنساين ديك الفلوس بفارغ صبر. في الأول كان الربح ديالي 3 دراهم وجوج دراهم، حيت كنت دايرة المكازا كلها بسنك ديالها. الربح ديال 3 دراهم 3 دراهم درهم، ولكن هذاك الربح ما دارش ليا محل باش نكونوا واقعيين. بقيت جالسة تنشوف في الاخر ديال الشهر شنو خرجت الكرة، خرجت مدرسة اللي عادية رجعتو في مدرسة رخيصة، خلصت شحال من حاجة، وانا نقول نطور من راسي، دابا تجمعت لي واحد شوية، مشيت خديت الربح ديال 30 درهم، من بعد خديت ديال 100، من بعد دابا تلعب في الربح اللي كبير تبارك الله، وتنجي تلطنجة عندكم وتنتقدم من هنا يا الطرابل وتنتقدم اللهم لك الحمد. مع التزين بك برابو، الله مع التزين بك. حنا عبر امواج اذاعة المملكة المغربية من طنجة برنامج بأصواتهن. بغيت ما تفوتنيش الفرصة وانت عندك تجربة ديال الطلاق، إذا جاتك فرصة مرة أخرى ديال الزواج بطبيعة الحال بغيت نتزوج، بغيت نولد وليدات. فشل في علاقة هو فشل في حياتك كلها، هذاك الإنسان له كل الاحترام، تلاقينا راه بغينا وراسنا واحد الوقيته بغيته في واحد الوقت ما تفهمناش الحياة تصحيح. الحمد لله أنا مع عمري الطليق ديالي ما وصلت بينا شيء مواصل أنني نحطه في فيديو، مع أن الفيديو كن حطيت فيه المشاكل ديالي ولا شنو عانيت ولا كيفاش ولدت، لأنني راه ولدت غير في كولوار في سبيطة. قسما بالله هذا الشيء ما عمري ما نقدر نقوله في سبيطة، نقوله في كولوار ديال سبيطة. لأنني لقيت سبيطة عامر وخاصني نولد وما لقيتش اللي يسعفني ديك الساعة، وفي الولادة فاش تشجعت فاش قلت هذا الوليد خاصني نكون معاه، مادام تشبت بالحياة بهذيك الطريقة. أنا شديت الشعر ديال ولدي وراسه وكان فيه الشعير كحل طويل هكا وشده بحال هكذا، وتنقولهم شوفوا صافي راس ولدي خرج عافاكم يعتقوا، ولكن الحمد لله من هذيك الوقيته اللي شده في هذاك الراس ديال الوليد ديالي عرفت راسي عن سالي كل شيء، عرفت راسي بأنني هذاك الوليد ربي بغاه يعيش فنكون معاه باش ربي يكون معايا، والحمد لله كان معنا بجوج تبارك الله عليك اللهم لك الحمد وسلامتك. الله يفرحك كيقصحني انه نشوف عيونك كتدمع، ولكن انا اظن بانه هو الدموع حتى الفرح. لا الحمد لله الحمد لله، انا اللي كيدوز بتجارب قاصحه وكيحقق نتائج. انا جيت 3 سوايع ديال الطريق قسما بالله العظيم باش نوصل واحد الرساله صغيره، ان شتي نهار تيظلمنا شي واحد، نهار تيضرنا شي واحد، نهار ما كونش معنا الدنيا راه باقي الوقيته فين عاد ضحك، راه ماشي نهايه العالم، راه ماشي النهايه ان الراجل خلاني وانا حامله ومشى والله يعاونه وهذه وما كانش معايا في حتى شي حاجه،
كونها انها راه ظلم في كل شيء ظالمني، لا نشوفوا واحد ديما كان عندي واحد البسيط ديال الامل ديما، وديما ما عمري ما تكلت عليه في شي حاجه، ما تنقول لا راه دابا نصلحو ويدير ليا، لا دابا نوض ونولي بخير وندير لراسي. راه ديما راه مين تندعيو بالقوه تيعطينا ربي القوه، ومين تندعيو بالضعف تيعطينا ربي الضعف. الواحد ملي كيبغي راسو كيشتغل على ذاته اكيد راه حتى الاخرين غادي يبغيوك، ولكن ملي كيكون الانسان ضعيف راه كلشي كيتفرق من حولك. اي واحد تيشكي علينا بزاف وانا مريض وضرتني هنايا وضرتني هنايا تنهربوا تنخليو تنقولوا فيه شكاوي هكاك، خلي الشكوى لغير الله ما دام تشكيو على ربي سبحانه وتعالى. راه تجيني واحد الوقيته وتنحط راسي على الوساده ونبكي ونقول ناري ما عرفتش هادي دارت معايا كود شويه، من بعد تنقول خلي كل واحد يقاد ربي على قد نيته والحمد لله تبارك الله معتزه بك منى. واحد الحاجه انا راه بنات بزاف اللي حلوا المحلات حدايا كانوا تيبيعوا غير من 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 بحال هكا شي مواقع التواصل، مواقع التواصل منهم بزاف عدد ديال البنات اللي تبارك الله مشينا لتركيا تقدينا جينا خلصنا الجمارك ديالنا خلصنا القانون ديالنا وجبنا حويجات من كازا جبناهم من طنجة محليين ديالنا ديال البلاد وخلطنا سلعه وبعنا اللهم لك الحمد. وكوشحال من وحدة تحفزات انا من تعرفت بانني تنبيع الديكورات زويونين وداكشي ولاو تيتعرضوا عليا حوايج، هاد الحويجات هادو تنشكر اليوتيوب عليهم هما اللي صيفطوا لي ناس في المستوى. مشيت لدبي مشيت الحمد لله لتركيا 6 مرات مشيت مع واحد لاجونس اخرى ولكن لقيت شي شويه ما كانش تنظيم هو هذاك، وليت دابا بلا ديك الاسماء الاسماء الحيوم مهم وليت مع واحد لاجونس اللي مشهوره بزاف كاينه هنا كاينه في الرباط كاينه تبارك الله ناس واصلين وليت تنمشيو الحمد لله. دابا عندنا العمره في شهر 11 ان شاء الله ما شاء الله ترجع من اخرى ان شاء الله تبارك الله يحفظكم. وكنلقاو شي مره العكس كنلقاو بزاف البنات ولا الاولاد كيضيعوا وقتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ما مستفدين والو بالعكس. انا دوك الروتين الناس ما تنبغيش نهضر عليهم باش ما نعطيوهمش اكثر من الحجم ديالهم، حيت مين تنعطيو لشي حد الحجم كبير وتنبقاو نسلطوا عليه الاضواء بزاف تيطغى وتيسحب راسو واش داير شي حاجه اللي ديال بصح. لا انا قصدت استاذه منى قصدت الشباب اللي هما عاطلين على العمل وياه كيتسناو فرصه ديالهم في الحياه صح. ماشي مشكل واحد يتسنى ولكن ما كيعملوا والو. نشوف شنو دارش في الدنيا شنو، حيت ضروري لينا من اننا نشوفوا الجديد نشوفوا لا طوندون شنو عاطيه نشوفوا هذا كيفاش وهذا كيفاش وهذا كيفاش، ولكن ناخذوا الحاجه اللي عاد فينا الايجابيه الايجابيه. اما هذا الشيء راه ما نعم. والله يحفظك. نعم تبارك الله عليك لاله منى. حنا عبر امواج اذاعه المملكه المغربيه من طنجه وبرنامج باصوات بغيت ايضا نستغل المناسبه ديال التواجد ديالك معنا ونسولك عن رايك عن المراه المغربيه، واذا بدينا بالمجال السياسي كيف كتجيك؟ والحمد لله المرأة المغربية راه غزالة في ما كانت، والمرأة المغربية فيها واحد النقطة اللي إيجابية بزاف أنها دائما في أي مجال كانت دائما ماشي داك الثقة في النفس اللي زايدة، أما لك الحمد راه كل وحدة تتغطي في المجال ديالها. المرأة في المجال الثقافي مثلا راه الحمد لله دابا هانتيا أي وحدة فينا راه كان راه بحال أنا ما قاريش بزاف دوزياماني في لافاك وكان بإمكاني أنني نكمل لولا أنني اتجهت أنني نخدم في هذيك العطلة شوية ضقت هذيك الحلاوة ديال هذوك الفلوس شوية صافي ما بقيتش بغيت نكمل. ما عندكش طموح أنك تكملي من بعد؟ دابا ما عنديش الوقت أنني نكمل، ولكن إن شاء الله ناوية أنني نكمل، ناوية أنني ندفع لا ليسونس ديالي غير ماشي دابا باقي نقاد الأمور ديالي تبارك الله عليك. طيب إذا تكلمنا على ظاهرة العنف ضد المرأة شنو ممكن تقولنا على الظاهرة؟ ممكن نقول أن أي وحدة عندها دراعها عندها عقلها عندها راسها ما غتترضاش على راسها أن شي حد يضربها، وحتى إلا ضربها شي حد ما ترجدش العنف بعنف، تكون إنسانة اللي واقعية تحد من العقل وتعز راسها. ربي سبحانه وتعالى من حطنا في هذه الدنيا حطنا معزوزين فما ندلوش نفسنا أكثر لأننا نعيشوها غير مرة واحدة، ما نكونوش ناس اللي ترضوا بالدل لأن الدل ما ليه تمعنا وما ما نرضوش به لأن رزق على الله سبحانه وتعالى، وما دام رزق على الله فالواحد ما يخافش. هذه هي اللي نقدر نقول تبارك الله عليك. وإذا تكلمنا على ظاهرة الهدر المدرسي
بالنسبة لهذا المدرسي هذيك أنا ما معاهاش، لأن بزاف ديال الأمهات الله يكون معاهم، راه إلا مشيتي غير للنواحي ديال الأزيلال والنواحي ديال تما تلقاي فئة كبيرة ديال الوليدات غير واقفين في الطرقان ويديروا لك بحال هكذا باش تدوري معاهم وتسوليهم واش تقراو، واش في المدرسة، واش دمكم الأم ديالكم عاملة لكم ولا هذه، وتنمشيو نيشان الأم، راه ما تنذكروش حنا الأب، حيت نيشان هذيك الأم هي اللي تتلام، ما تلقاوهم جالسين. هذا الهضر المدرسي خاصنا سياسة تكون خاصة به، شي حاجة اللي تكون كيف ما تنطلعوا بحال هكذا الناس وتنكبروا بهم وتنوقفوا وتنقولوا شوفوا هذا دار وهذا دار، نطلعوا تذاك الناس اللي بنوا مدارس وفي الخفاء واللي وقفوا مع هذا وفي الخفاء واللي داروا شي حويجات في الخفاء. كتقصحك في قلبك هالظاهرة هذه بطبيعة الحال، راه أي أم عندها وليد ولا عندها بنيتة ولا أي مرأة بصفة عامة حتى لما عندهاش الوليدات، راه مين تتشوف شي وليد في عز البرد وهو جالس ولا تيدور ولا هذه، راه تضرك. انا ما كانش عندي التريال واحد الوقيته، ومين تنشوف واحد وليد يسحد نقول علاش ما تقراش، علاش هذه، انا نقول لماما تجي تجيب لي غير واحد الطرز تجيبوا لي وانا نبيعوا ليها، تصيب لي بحال هكا وجابته فعلا، وتبارك الله راها خدامه معايا دابا في المغازه الكبيره وراه وليدها اللهم لك الحمد تيقرا وهذه. انا ما ندورش معاها وما نعطيهاش فلوس، لانني شحال ما عطيت عن انا وقف واحد الوقيته فرصه ديال العمل، نعطيو فرصه نعطيو فرصه ونثقوا في نفوسنا شي شويه. الناس اللي داوي الاحتياجات الخاصة واللي مسكين ما قادرش ينوض، وهذاك هذاك دايزا فيه كيف ما تنقولوا بالمغربية، نعطيوه نكونوا معاه نوقفوا معاه في العيد، ما نعرفوه ما معيدش نكونوا معاه في شي وحدة اللي مسكينة يالله عتوكل هذوك الوليدات وتكافى معهم، هذاك هو اللي نقدروا نعطيوه. أما الناس اللي بحالنا واقفين بصحتهم بخير عليهم، علاش لا ما نكونوش شوية غير شوية ديال العقل. هاد السيدة هذه أنا نعطيكم غير إكزامبل، هذه تتصيب ليا عيدك باش تنهزوا البرير ذاته وباش تتصيبوا اللي شاط من التوب، واحد سيد مول التوب اللي شاط من التوب تيعطيه لها ياك تيبيعوا لها بالكيلو تتشدوا تتخيطوا تديروا، الحمد لله اليوم معيشه راسها، اليوم خرجت وكرات واليوم خرجت وتتخيش هذاك الوليد، والوليد راه في المدرسه واللهم لك الحمد، ماشي تغنات ولكن هزت راسها من الدل سترت راسها الحمد لله وقدرات انها تعيلوا ولدها وتدخل المدرسه وتخلي تبع الدراسه. حنا معتزين بك، تبارك الله عليك، بنجمر بسرعه باش كيفاش الوقت، بغيت نختموا بالطموحات والاحلام ديال منى. ان شاء الله حنايا ان شاء الله انا وديلما ان شاء الله غنحلوا محل جديد في كازا، هذه صديقه ديالي وكاع الخياطات اللي معايا دابا باقين الحمد لله، كل وحده فينا تتطور، كل وحده فينا تتولي احسن من الاخرى، وكل وحده فينا تتبين خدمتها تتبين صنعتها وتتبين تا مغربيه ديالها بدراعها اللهم لك الحمد. ما ترضاوش بشي حاجه ديال الحرام وما تناكلوا حتى شي واحد، تنبيعوا داكشي على قدر النفع ديالنا وعلى قدر الجهد ديالنا، والحمد لله حنايا دابا غاديين المغازا ديالنا جديده ان شاء الله غتكون في كازا، وتنتمنوا نكونوا في طنجه ان شاء الله. ان شاء الله يعني انتم بديتوا من الصفر وتبارك الله وصلتوا ما شاء الله. رساله من عندك النساء انهم نقول لهم ماشي سهل افكارهم وماشي صعيب، ماشي سهل انك توصلي وماشي صعيب انك توصل، ولكن الواحد يعمل الخطوه الاولى، يعمل الخطوه الاولى وما يسولش بزاف، حيت من تنسولوا بزاف تنتحطموا بزاف، كيبانوا لك العراقيل، من خديتي هذه وكيفاش وهذا وفين وهذا، راه مستحيل نعطيك كل شيء. لانك الا ما هزيتيش، انا النهار الاول هزيت هذيك 20 راه ما عمري ما عرفت الجمله فين كاينه، لبست جلابه وركبت في الكار لانني كنت بايعه الطوموبيل، ومشيت خديت وتقديت، وهاد المره هذا كيف ما تنقولوا حنايا بالمغربيه كشمني عطاني شي حاجه غاليه، هذا رخص، هذا هذا تتعلمت توليت عندي واحد السميعي تنهبط لي يلا عطيو عطيو، هي راه فين هي سلعتها فين هي هذه، اللهم لك الحمد لله وتبارك الله على المغربيات، وشكرا لك بزاف، شكرا لك منى التاويل، شكرا لك على تلبيه دعوه البرنامج، بارك الله فيك، شكرا لكم اعزائي المستمعين على جميل الاصغاء والمتابعه، تقبلوا اجمل تحيات عادل المصباحي وتحيات زهاب النادي وكل كل كل أسرة إذاعة المملكة المغربية من طنجة، اللي كتمنى لكم بقية يوم سعيد، إلى الملتقى. بأصواتهن حقوقنا، المناصفة، لا للعنف، همسات أثيرية بقضايا وهواجس نسوية.